في إقبال كبير على الفعاليات الثقافية والفنية في معرض القاهرة الدولي للكتاب اللي بيعتبر الحدث الثقافي الأهم والأبرز في المنطقة العربية كلها. خلونا نشوف مع بعض لقاء محمد الفقي عضو اللجنة العليا لمعرض الكتاب مع زميلنا محمد الشاذلي. الصورة اللي حضراتكم شفتوها من خلال جولتنا في معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ 55 والإقبال الجماهيري الكبير جدا اللي حضراتكم شفتوه بيؤكد حاجة مهمة، بيؤكد أنه على الرغم من الأوضاع الاقتصادية المصرية والعالمية بشكل عام إلا أنه في حرص كبير جدا من كل الفئات العمرية على أنها تكون موجودة في معرض القاهرة الدولي للكتاب من أجل الثقافة، من أجل القراءة والاطلاع. وده بالمناسبة مهم جدا لأنه بيمثل حائط صد مهم جدا للدولة في كل التحديات اللي ممكن تمر بيها. طيب الاستعدادات لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بالمناسبة ما بتبدأش قبلها بأسبوع أو بشهر، ده بتبتدي بعد انتهاء النسخة مباشرة. يعني استعدينا لنسخة 24 بعد انتهاء النسخة السابقة في 23. في تحضيرات كتيرة جدا عشان نختار كمان شخصية المعرض، عشان نختار ضيف الشرف، عشان يكون في ترتيبات ويكون في جديد في المعرض، لانه كل سنه كل نسخه لابد ان يكون هناك جديد في معرض القاهره الدولي للكتاب عشان يقدم بصوره تليق باسم المعرض وتليق باسم وتاريخ مصر الثقافي. عشان نتكلم عن التحضيرات وعن الاقبال وعن نسب المبيعات حتى الان، كل هذه التفاصيل هيكلمنا عنها الاستاذ محمد الفقي، هو عضو اللجنه العليا لمعرض الكتاب اللي منورنا. يا استاذ محمد اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك واهلا بالساده المشاهدين، وكل سنه وكل معرض وانتم بالف خير. منورنا يا فندم وكل سنه وحضرتك طيب. اشكرك. طيب احنا عشان برضو نوصل الصوره للمشاهدين، هم في النهايه بيشوفوا معرض القاهره الدولي للكتاب في نسخته الحاليه في الشكل النهائي، لكن بيكون وراه مجهود كبير جدا وتنسيق عالي عشان تخرج الصوره بالشكل ده. طبعا هو مجهود اكتر من 90 وزاره ومؤسسه رسميه للخروج بالمعرض في دورته ال 55 بهذه الصوره اللائقه المشرفه اللي بنفتخر بيها دايما، وبنفتخر بالاقبال الجماهيري. الجمهور، وباكدها اكتر من مره، جمهور معرض القاهره الدولي للكتاب هو البطل الحقيقي، صاحب البطوله المطلقه في هذه الدورة. وفي الدورات السابقة اعتدنا منه أنه دايما تحت أي ظروف وفي أي تحديات بنجد جمهور معرض القاهرة الدولي للكتاب بكثافة، وده بيعكس مدى إدراك هذا الجمهور للثقافة والفكر والمعرفة. عظيم. طيب هل مثلا عندنا إحصائية حتى الآن بنسب الإقبال بالفئات العمرية بالمبيعات؟ اولا المبيعات احنا بنعمل احصائيات مقارنات ما بين الدوره دي والدورات السابقه. المقارنات بتبقى مثلا بنقارن اول يوم باول يوم، اول يوم من الدوره السابقه باول يوم من الدوره دي، ثاني يوم بنفس الكلام. السنه دي كسرين الارقام السابقه في اول يوم وفي ثاني يوم بنسبه كبيره، بنسبة كبيرة كويسة. يعني طبعا احنا بنعمل احصائيات لاجمالي مبيعات كمبيعات فلوس يعني، انما الاهم من كده احنا بنعمل اجمالي عدد النسخ المباعة. احنا وصل بينا لغاية امبارح تاني يوم خلال 48 ساعة، يعني خلال يومين فقط من الدورة ال 55 تخطينا ال 34,500 كتاب مباع في جناح واحد فقط، جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب. فده جداً. طبعا شيء مبشر جدا. اكيد طبعا قارنتوه بالسنه اللي فاتت. طبعا مقارن في تخطى الرقم العام السابق. طبعا ده شامل المبيعات نسخ المباعه في الجناح المخفض اللي هو مبادره الثقافه والفن للجميع. الدكتور احمد بهي الدين خصص جناح لهذه المبادره اللي اطلقتها معالي الوزيره الدكتوره نيفين الكيلاني وزير الثقافه، اللي هو الجناح ده شمل الكتاب من سعره من جنيه ل 20 جنيه حد اقصى، ودي احنا مستمرين فيها. يعني سبق قبل كده ان اطلقتها مع الوزيره دي كانت السنه اللي فاتت اعتقد في النسخه اللي فاتت. مستمرين فيها مستمرين فيها، وعليها اقبال غير عادي، اقبال كبير جدا من الجماهير، لان الجمهور خلاص بدا يعرف يحفظ الاماكن. وباكد تاني على اللي مش عارف، هو ده الجناح مبادره وزاره الثقافه في بلازا واحد ما بين قاعه واحد وقاعه اتنين، طبعا عليه اقبال كبير جدا، واحنا كلنا في خدمه الجمهور عشان نقدم له افضل خدمه ثقافيه وافضل فعاليات ممكن نقدمها للجمهور. عظيم جدا. لما نيجي نتكلم عن الاقبال ونقسم الفئات العمريه،
فئة من أهم الفئات اللي المفروض إن احنا نجذبها، هي احنا عندنا في مصر بنقول عليها فئة الشباب اللي هي المراهقين، لكن هي طبعا وفق تصنيف الأمم المتحدة فهم ما زالوا أطفال لحد سن 18 سنة. سن 13 و14 و15 سنة نسب حضورهم قد إيه في المعرض؟ نسب الشباب تقريبا. نسب الشباب في معرض القاهرة الدولي للكتاب يتعدى 65%، وده شيء مبشر جدا، لان احنا في ظل السنوات الاخيره والهجمه الشرسه التكنولوجيه الشرسه من قبل التكنولوجيا والانترنت والسوشيال ميديا والحاجات دي، بدات الناس تشعر بان في عزوف عن الشباب، عزوف من الشباب عن قراءه الكتاب الكتب الورقيه. لا ما زال الكتاب الورقي صامد أمام هذه الهجمة الشرسة من السوشيال ميديا وغيره، وده بناء على اللي احنا شايفينه وحضراتكم شايفين المعرض مملوء بشباب أقل من العشرين، يعني بنسبة أكتر من 65% في كل أروقة المعرض. يعني ده عظيم جدا، لكن مهم كمان ان احنا نكون موجودين على المنصات الرقمية. طبعا يكون عندنا طبعا محتوى رقمي، لأنه وده فعلا مفيش شك انه العالم كله بيتجه لده. لا هو ده موجود بالفعل، ودي ثالث سنه او رابع سنه لينا في هذا المجال، وفي رقمنه الكتب بالكامل، وفي منصه الكترونيه لبيع الكتب من خلال بيع سواء بي دي اف او بيع كتب ورقيه من خلال منصه البيع الالكتروني. ده بالتنسيق وبروتوكول تعاون ما بين الهيئه المصريه العامه للكتاب والهيئه القوميه للبريد. طبعا دي خدمه المواطن بيطلب الكتب اللي هو عايزها بحد اقصى للبعيثه، خمس كتب بتوصل له الى ابعد نقطه في مصر فقط بعشر جنيهات. دي ما فيش حاجه اسمها كده، عظيم جدا. جنيه دي ده يعني من خلال البريد، ده من خلال الهيئه القوميه للبريد. يعني ده بروتوكول ما بين وزاره الثقافه ووزاره الاتصالات، وزاره الثقافه ممثله ليها الهيئه العامه للكتاب، وزاره الاتصالات الهيئه القوميه للبريد. طيب عظيم جدا. طبيعه دعم الهيئه العامه للكتاب لدور النشر دي نقطة مهمة جدا، لأنه في ناشرين صغار لسه يعني بيتحسسوا طريقهم في هذا الموضوع. إزاي الهيئة العامة للكتاب بتدعمهم؟ ولأن دول نماذج برضو، يعني قدرنا نحن ندعم الشباب في ده، فبالتالي هنلاقي فيه شباب برضو من رواد المعرض جايين بيقبلوا على الكتب الموجودة في دور النشر الجديد. طبعا هو في دور نشر لم تستوفي شروط الاشتراك، احنا لازم عدد معين من العناوين تكون صدرت عن دار النشر، لازم شروط معينه كده. اللي مش مستوفي ده بيبقى لسه حديث دار نشر حديث. فاحنا عملنا حاجه برضو ان اتجمع مجموعه من دور النشر في جناح واحد مشاركه بينهم، وده بيبقى بدايه ليهم لمشاركتهم بمعرض القاهره الدولي للكتاب. بالمناسبه دي مساعده من الهيئه. طبعا طبعا مشاركه اي دار نشر، اي ناشر يشارك في معرض القاهره الدولي للكتاب، ده بيعد بالنسبه له سابقه اعمال، يعني لا يضيعها سابقه اعمال اخرى. مع كل احترامنا طبعا لكل المعارض الاخرى، معرض القاهره الدولي للكتاب اللي ثقله وله وزنه وحجمه الثقافي والمعرفي والادبي من خلال فعاليات اكثر من 550 فعاليه على هامش هذه الدوره. طيب استاذ محمد، احنا لما بنختار شخصيه المعرض بكل تأكيد بيكون في ترتيبات تانية وحسابات أخرى عشان يتوافق النسخة كلها، شكل النسخة يتوافق مع اختيار الشخصية، سواء بقى البوستر سواء الشعار، فازاي ده بيتم؟ شعار المعرض في هذه الدورة: نصنع المعرفة نصون الكلمة. منذ فجر التاريخ عرفت مصر إنها مصر هي اللي بتصنع المعرفة وتصنع الفكر وتصنع العلم من آلاف السنين، وإحنا كل العالم عارف ده، مش إحنا بس، مش عشان إحنا مصريين، العالم كله يعرف إن المعرفة بدايتها كانت مصر. فبداية المعرفة في مصر من القدماء المصريين. ده طبعا يعني وجه أو خلى اللجنة الاستشارية العليا تروح لترسيخ الهوية المصرية والانتماء وقدم صناعة المعرفة في مصر من منذ القدماء المصريين. فطبعا راحوا لمين؟ راحوا لرائد علم المصريات الدكتور الراحل العظيم سليم حسن، طبعا صاحب موسوعة مصر القديمة، صاحب عدد من المؤلفات باللغة العربية والفرنسية والإنجليزية، تعد مراجع لحد النهاردة مراجع في جامعات كتير على مستوى العالم. فطبعا مش هيكون في يعني أنسب
من هذه الشخصية لتكون شخصية المعرض هذا العام، يعني كنوع من يعني تكامل زي ما حضرتك قلت، تكامل الصورة، بالإضافة إلى شخصية المعرض طبعا أستاذنا وأديبنا الكبير رائد أدب الطفل الأستاذ يعقوب الشاروني كشخصية معرض الطفل. طبعا هو ده يعني لما يعني صدر عنه ولما كان لتأثيره الكبير جدا على أجيال كثيرة من الكتاب ومن القراء، يعني تربى على أدب يعقوب الشاروني الكثير من الأطفال والشباب والرجال، وعلى أدبه أيضا تتلمذ عدد من الكتاب في أدب الطفل رحمة الله عليه. على فكرة هو كان هو تم اختياره شخصية معرض الطفل قبل رحيله وأبلغ بده فعلا وكان في قمة السعادة رحمة الله عليه، ولكن يعني لم يمهله القدر ورحل قبل أن يرى هذا، ولكنه يعني كان عرف ده وكان سعيد جدا بده. من ضمن الحاجات المختلفة والجديدة في المعرض السنة دي هو يوم الوفاء الفلسطيني، ويمكن الأحداث الأخيرة هي اللي فرضت علينا ده. بالضبط ده يعني ده عشان دايما معرض القاهرة الدولي للكتاب يعني محط أنظار العالم كله لما يمثله من أهمية في المنطقة العربية والإفريقية، ويعني هو تاني أكبر معرض كتاب على مستوى العالم بعد فرانكفورت الألماني، وبالمناسبة هو أكبر معرض كتاب كعدد زوار في العالم، وأنا مسؤول عن اللي أنا بقوله ده، مفيش معرض كتاب في العالم بيجيله عدد الزوار اللي بيجيه لمعرض القاهرة الدولي للكتاب. بالمناسبة يعني دايما بنتكلم فيه ضيوف جايين المعرض، لكن الغالبية العظمى مصريين. بالظبط وحتى لو مش مصريين، هو احنا في 70 دولة بوفودها بكله، بس ولكن لما يبقى في ملايين، لما يوصل الموضوع ل 3 مليون ويكسر 3 مليون زائر في معرض، انا لا اظن ان هناك اي فعالية، مش معرض كتاب بس، اي فعالية على مستوى العالم فيها ده صراحة يعني. صحيح، كل الشكر ليك يا فندم، حضرتك شرفتنا ونورتنا. الأستاذ محمد الفقي عضو اللجنة العليا لمعرض الكتاب، شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك، وبنرحب بالجمهور يجوا ينورونا كل يوم من 10 ل 8 مساء. شكرا يا فندم. تقرير عظيم يا شاذلي، يعني شكرا يا بسنت، مجهود كبير طبعا.